لفيديو. هيا يا حصان العزيز، أحبك كثيرا، هيا لنذهب. حصاني، كم أحب حصاني، سوف تأخذني إلى الحفلة أليس كذلك؟ كم أحبك. هيا نذهب، لا أريد أن أتأخر. لقد مشيت كثيراً اليوم، قدمي تؤلمني. ألا زالت الديفا نائمة؟ دعيها تنام قليلاً. ماذا تفعل يا رويال بي؟ أحضر لكم الفطار. سواك، كم بيضة تريدين؟ أنا أكل بيضة واحدة. وأنت يا نايون؟ أنا أريد بيضتين. سوف أغني لكم اليوم، سوف أغني. ما بالها الليدي ديفا؟ أنا اسمي الليدي ديفا، اليوم سوف أغني لكم أغنية جميلة. إنها تحلم. ها؟ ما بها ديفا؟ فأيعقل أن تكون مريضة؟ سوف أقيس درجة حرارتها. ها ديفا، حصاني، ها؟ أريد أن أقيس حرارة الديفا. حرارتها عادية، فقد تحلم. ديفا، ديفا، هيا يا حصاني، اتركوني نائمة، اتركوني نائمة، أريد أن أغني. نعم، أنا الديفا، سوف أغني لكم أغنية جميلة، هيا هيا. أحبكم جميعاً، أحبكم جميعاً، شكراً لكم، شكراً لحضوركم، شكراً شكراً. الديفا تحلم بأنها مغنية مشهورة. شيء جميل أن يحلم الواحد ثم يتحقق حلمه. أنا متحمسة لجمهوري. ها قد انتهيت، هيا يا عزيزاتي لكي نفطر. ألا نريد أن نوقظ الديفا؟ دعوها تحلم، سوف تستيقظ لوحدها. من أتى إلينا؟ هاي، مرحبا، كيف حالكم؟ OMG. مرحبا بكم، تفضلوا يا أعزائي. ها؟ من هؤلاء؟ إنها عائلة الأبتاون والداونتاون. من هذا؟ لقد نجحت يا حصان العزيز. هوني، ماذا توقفت؟ ماذا هنالك؟ لماذا توقفت يا عزيزي؟ لا 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 عزيزاتي، لا يجوز أن تفعلن هذا، إنها نائمة. لا لا، سقطت عن الحصان، لقد سقطت عن الحصان. ديفا، أنت كنت تحلمي. نعم يا عزيزتي، هذا حلم. لا لا، لم يكن حلما، أنا غنيت، أنا ذهبت مع حصاني وغنيت. لا، لم يكن حلما. لقد أتينا بوقت غير مناسب. نعم يا عزيزتي، لكن أعتقد أنها كانت تحلم. نعم. ها؟ أكل لذيذ، أريد أن أكل، إني جائع.
هاي هاي هاي، كف عن هذا، لا يجوز أن تأكل من غير استئذان. إني جائع، ماذا أفعل؟ انتظر لحين يضيفونا. سواك، ذهبت إلى المسرح الكبير وغنيت. حسنا يا عزيزتي، ماذا حصل بعد ذلك؟ الكل هتف الليدي ديفا الليدي ديفا، وغنيت أغنية جميلة وارتديت أجمل الفساتين يا سواك. أتمنى يا ديفا أن يتحقق حلمك، لم يكن حلم بل كان حقيقة. عزيزتي، وماذا حدث بعد ذلك؟ لا 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 أدري، فجأة وقعت عن الحصان. يدل هذا أن الحلم لن يتحقق. لا لا لا، لماذا تقولي هذا يا نيون؟ لماذا؟ هدئي من روعك يا عزيزتي، أتمنى أن يصبح الحلم حقيقة. وأنا كذلك أتمنى أن يصبح الحلم حقيقة. من هؤلاء الصغار؟ لا تعبثوا بأغراضي. هاي هاي سواك، أين كرات الميني برانس؟ أريد أن أفتحها وأضيفهم. إنها في خزائن المطبخ. حسنا، ها هي يا رويال بي، كرات الميني برانس، دعونا نفتحها. حصلتم؟ لنرى الضيافة. حصلتم على شامبو داف. شامبو لك يا داونتاون. لنرى المفاجأة الثانية. واو، ما هذا؟ إنها سبراي كاندي. لنرى المفاجأة الثالثة. إنها علبة آيس كريم. أنا أعشق الآيس كريم. حسنا، ها هي يا أب داون. وهذه أرفف، ها هي، هكذا. دعونا نكمل. إنه الأرز. أمي إني جائع، أريد أرز. حسنا، عند الانتهاء سوف نطبخه لك. ها هو الأرز. ها قد انتهينا من الكرة الأولى. الكرة الثانية. هيا لنرى أيضا على ماذا حصلتم من الميني برانس. عشان إنه كريم للجسم. واو، إنه شيء لذيذ. إنه من جولد ستون. لنرى أيضا، إنه مزيل العرق. وآخر شيء، واو، إنها الحلوى. ها هي. جميعنا نحب الحلوى. أتمنى يا أصدقاء أن تكون الحلقة قد أعجبتكم. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. مع السلامة في حلقة أخرى من ألو السبرايز.